السلام عليكم. اليوم في الفيديو رقم 15، دائما في الشرح ديال المصطلحات الاقتصادية الفرنسي عربي بالنسبة للطلبة والتلاميذ لأول مرة غادي يقراو في هذا المجال ديال الاقتصاد والتسيير. أول مصطلح هو لا كونسوماسيون كوليكتيف، هو الاستهلاك الجماعي. الاستهلاك الجماعي هو داك ملي تنستهلكوا شي حاجه ولكن جماعه ما تنستهلكوهاش، هو الضد ديالو هو الاستهلاك الفردي. مثلا الاناره العموميه، الطريق، الا كنا تنقراو مثلا في واحد ليست سواء بيبليك سواء بريفي، في الكليات كلنا تنستهلكوا واحد السيرفيس ولا واحد البيان جماعه، بحال دابا لو بيس ولا تاكسي، دونك تنستعملوه اونسومبل، تنقولوا كونسوماسيون كوليكتيف. عندنا ايغالمون السالير او الاجر ولا الراتب، هو واحد الغيمينيغاسيون، يعني ابيتيال، يعني ولا ابدومادير، تتكون يوميه او لا كل اسبوعيه او شهريه، ديال لي زوفغيي ولي زومبلويي، يعني ديال العمال ولا ديال الاجراء. عندنا ايغالمون تريتمون حتى هو راتب او اجر، ولكن هاد لا غيمينيغاسيون تتعطى لي فونكسيونير، الموظفين ديال الدوله ولا دي بيرسون امبورطون، يعني الناس اللي تيتخلصوا مثلا ملي تبقى في لونتربريز واحد الكادر، ما تيتسماش السالير، تيتسمى عنده تريتمون. كادر هو واحد الاطار، يعني باطار يعني عنده باك بلس 5 ولا ليكسبيريونس 10 سنوات او 15 سنه ولا 20 سنه، تيتسمى كادر اطار. دونك هنا ما تنقولوش عنده واحد السالير، تيتسمى تريتمون، حيت تيتخلص ماشي اون فونكسيون ديال ساعات العمل، ولكن تيتخلص كيف يقدر يخدم مثلا اون اور في النهار وغادي يتخلص النهار ديالو كله، يقدر يخدم مثلا 15 يوم في الشهر غيتخلص النهار كله، يعني الشهر كله، دونك ما تنحسبوش ليه بعدد الساعات. كاين ايغالمون لوغاج، لوغاج حتى هو اجر راتب، ولكن هي واحد الغيمينيغاسيون اللي هي اسبوعيه او شهريه، تنعطيوها الناس اللي تخدموا دوميستيك، في الدوميستيك مثلا لابون يعني الخادمه، تنعطيوها الكاج، ما تيتسمى الصادر حيت تخدم في دوميستيك، يعني في البيت. كاين ايغالمون لو سولد حتى هو راتب، ولكن غيمينيغاسيون اللي من تتعطى مونسيولمون تتعطى الناس ديال الميليتير، الناس اللي خدامين في الدومين ديال الميليتير لارمي. كاين ايغالمون لا بوينتومون، هي واحد لاغيمينيغاسيون اللي هي شهريه ولا سنويه، تتعطى لي كادر ولا لي زومبلوي امبورطون. داكوغ. عندنا ايغالمون الكاشي حتى هو تيتسمى اجر. الكاشي هو واحد الاجر تيتعطى لي زارتيست، الفنانين، الى داروا شي بريستاسيون، داروا واحد حضروا مثلا في شي مهرجان ولا شي حاجه، ما تيتسماش هذاك السالير، تيتسمى كاشي. كاين ايغالمون لي زونوغيغ، لي زونوغيغ هما الاتعاب. هاد لي زونوغيغ هما واحد لا سوم دارجون فيرسي سوا لي زيكسبير، مثلا لي زونوغيغ تنعطيهم للناس ديال البروفيسيون ليبرال، المهن الحره، مثلا ميدسان ولا نوتير ولا محامي، مثلا مشيت عند شي محامي، داك لا سوم اللي تتعطيه على ديك الاستشاره القانونيه ما تتسماش السالير، تتسمى اونوغيغ، اتعاب، على التعب المجهود ديالو. كاينه فاكاسيون حتى هو نقدروا نعتبروه راتب، ولكن هاد لا فاكاسيون تتعطى لدوك الناس اللي تيخدموا، مثلا تقدر مثلا شي استاذ جامعي ولكن تيخدم في ايكول بريفي، فهاديك ليكول بريفي ما تيكونش عنده ان سالير، تيكون عنده ما يسمى داك لي زور سوبليمونتير اللي تيزيد، تياخد عليهم واحد لا فاكاسيون كتعويض على داك العمل اللي قام به. كاين ايغالمون لا كوميسيون هي واحد البورسونتاج اللي تيتفقوا عليه مثلا بين الشركه والعميل، تيتعطى ليه اون بورسونتاج ديال لي فونت ديالو قد ما باع، تنعطيو غالبا لي كوميرسيو قد ما باع واحد لا كونتيتي كبيره، قد ما تتكون عنده واحد لا كوميسيون ديال 10% من كل منتوج اللي باع، ولا 20% على حسب كل شركه. السلام عليكم.